أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استعمال الكلب الأسود في الصيد؟ الأسود البهيم هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، أنه شيطان، نعم لا يستعمل. أحسن الله إليكم سماحة. أما الكلب اللي ما هو بأسود بهيم فلا بأس، يعني فيه لون غير السواد ما يخالف. نعم.